لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. الرابع من أركان القياس العلة. شو من لا ركن كان ولا بيكهات كان قياس بيان بيكهن راني قياس بريتيل علة. وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال كخوي أربعة يكيبونس يعني أقوال أربعة ينبني عليها مسائل تأتي ولا معنى علة دا واختك علة آوى بمطلق إطلاق كريبة سر شيئك مثلا الله أعم شيء علتي فلانة شتا يعني فلانة حكمة كأو إطلاق شل كلامي مجتهدين دايا كأبت أئمة الشرع باشا أقوال كومالي قولي تيا يعني شواردان قولي تيا كمسائلك كقرار لو بدوا به منبني أبي لسر أو أقوال يعني لسر أوانو غل أتشني وبايريزي أبي مثلا قال أهل الحق كهمان أهل السنة هي المعرف للحكم علتنا سيناري حكمة وأتأوي كحكم شرعي كأنا سينه فمعنى كون الإسكار علة هذا وقت معناي أو كإسكار بلين علة يعني إسكار مثلا علة حرمة لخمرة معنى كيوي أنه معرف معرف يعني شيء أي علامة على حرمة المسكر يعني نشانية لسر حرامبون ناروابون مسكر جاء معرفك بمعنى أويها معمولا شون هرشتي قال علامتك تايبتي بخويه وعلامتك أبيني بعلامتك أشتك أدوزيتو وأتأو علتي شأوا أبي بعلامة بؤو حكمك مثلا ليوابريتي لو مثلا بريتي لحرمة كالخمر والنبيذ مسكر وكو خمر النبيذ مثلا وحكم الأصلي على هذا ثابت بها لا بالنص وبنا برأم كعلة بريتي بلا معرف حالبي حكم أصل بنا لسر أم قولة كعلة بمعرف دانين ثابت بها حكمك ثابت بعلة لا بالنص نب نصك مثلا بنص إنما الخمر والميسر حكم أصلك كحرمتا ثابتني بلكو بعلتك جائس علين شون يعني نية حكمي أصلك من حيث أواك أم أصلا بويت مقيس عليه أبو اعتباره أي نهر بنسك ثابتة بلان ثبوتي حكمك مثلا كمحل بجورك وكمحل حكمك ببيت مقيس عليه أو بعلة ثابت بالي خلافا للحنفية ببيت شواني ديدقاو الروانقي حنفية كان في قولهم بالنص الذي دقى إخوانه لقصي إخوانه كألين حكمك بنصك ثابتة باشا لو روان قوى كنصك علامة بلينا علتك بوشي لأنه المفيد للحكم يعني للحكم للحكم في الشرع يا شرعا مثلا شنك منصكيك بقيانري حكمك يعني لو نصيك حكمك أقياني قلنا بلي مفيد حكمك هيا أما بوشي ويك إما أما نبي مفيد حكمك نبوة شون لم يفيده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه مفيد حكم نبوة بم قيدو بني بمطلقي نصك مفيد حكمك يا أبم قيدو كبوني محل حكمك أصلي مقيس عليه به بمشي ومفيد نبوة أو علته كمفيد فائدي حكمك أداء يعني مفيد حكمك أبي باشا بقيد أما كمحل أم حكمة أصلي مقيس عليه يعني مثلا مشاكا نصك هل حكمك أناسيني إذا كان بهي ترنية ولعلتك حكمك أناسيني الله أم حكمة شياوي محليك يا لسر محليك كأو محل مقيس عليها يعني إما بعلتك حكمك أناسين يعني حكمك كمان بمقيدين ناسيوه بجوري كيواك
محل كي مقيس عليه بآوى كواتع إلاد حكمك أناسيني كمحل حكمك مقيس عليه بي أما نص حكمك أناسيني إتكاري بوانية محل كي مقيس عليها يانا يعني. عايز متواجبين بس يا مش إنكاري أو ناكين كنص حكمك أناسيني باشا أما نص حكم ناسيني بمطلقي نأما كوا نبا مقيدي من حيث أو كوا محلك محل حكمك مقيس عليه به على الروان قول أو كوا ناسين علة بس أو نتيجة أقرين يعني هم نص هم علة حكم هردك يا الناس نري حكمك بلا من نص كبا مطلقي أي ناسين ولا علة كبا مقيدي أي ناسين أو يعني مش قسم على لوايا شنو لوا الكلام في ذلك يعني كلام على مقيدة يعني لا حكمك آية كمقيد بو قيد مذكورة بيته كأو قيد مذكوري شأوايا حكمك بقيدي أما كمحلك أصلي مقيس عليه به والمفيد له هو العلة جاء مفيد بو أعمي يعني بو أم بو حكم لقل أو قيداك باسمان كر علته جاك نا نصك إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس شن علتها أبيتها سرشاو جيجي سرهلداني تعدية يعني تيبر كردن تيبر كردني مثلا حكم لا أصل تيبر ركيب ولا فرع كصفة أو تعدية يوايا المحققة للقياس بيك هنري قياسكية شن قد تعدية نبيه وقياس نايتدي وقيل العلة المؤثر بذاته في الحكم قيل أما وقول يكمبو ودي شوار قول لسري سرها الأداء أو كان وتي أو معرفي حكمك يا علتك دوهمنا خير معرفني بلكو المؤثر بذاته في الحكم بلكو بذاتي خوي تأثيري لحكمك داهية حاربين يعني حكمك إلا تكباري أهينه بناء لسرشي بناء على أنها على أنه يعني حكمك يتبع المصلحة والمفسدة بيانا سروي كحكم يعني أقل حكمك حكم إيجابي به أو تابع لمصلحته تابعي مصلحته يعني مثلا لحلال كردن يا يعني لأنجام دستور دان بكاريك أو ديالة مصلحتي كتابه يعني أو حكمهات وتآراوه وأم جرى يا مسألة وقت النهيب كان لشتيك يعني حكم كان كردن بيا حرام كردن بيا بوشتيك أو إيش دبر ويا كمفسديت يا كأنت شن حكم تابعي مصلحة ومفسدية علة بذاتي خوي مؤثر لا حكم كذا وهو قول المعتزلة كأما قول المعتزلة كان يا كوات أمال يا كأجر مؤثري بذاته يا معناه ويا يتر مثلا خوي رابطة لسر قزيع علة معلولة شن ديالة وقت أقال إما وصفك لنزل قرين بعنوان علة الدينين حكمك أبيت معلول على مثلا تخلف في معلول لعلة يا علة لمعلول تخلف يعني ليقنا به تخلف في معلول لعلة ما دام كعلة هو حتما حكمك شيء متواجبي أو أختي إما بي أوي بدي تجاه معتزلة وايا بي اوي كشارع حكم با يا بي اوي كرسالة ببي اي ما بو خو من خواي قولة عقلي بي داوين بو عقل دا تشخيصي مصلحة مفسدة ادين كتشخيصي مصلحة مفسدة من دا شاكا او اختا اي ما زالين حكم يشتكان شيا شنك هر اوشتي كابيت مصلحة اي دوزينو ابيت علة بو اوي كحكمك ببي با ايجابي و اوي كمفسدة بو مثلا حكمك بيت سلبي مثلا وقال الغزالي هي المؤثرة فيه غزالي تتي بلي علة مؤثرة لحكم كذا وقم معتزلك على الرئيس أما نبى مطلق بلك بإذن الله يعني بإذن خدا أي بجعله يعني بمك خواي قولة أو قرار داوة لا بالذات نبى ذاتي خوي مساع علتك سرب خوبيو ببي أوي بيواندي بخالق خوبي خوي مثلا خلقي ناري حكمك به أو متواجبين؟ أما سيق ستائرة يكي كان معرف بعلتك يكي كان مؤثر بذاته بو يكي كان مؤثر بإذن الله شاكا
وقال الآمودي هي الباعث عليه. آموديش قسيتري كرده وتيتي هي علد باعثة لسرياني هل نرى هل نرى لسر حكمك، يعني وكو بلي البتة بدو معنى أتوان اللي برداش كريم يتي أما بلين هل نري شارعة لسر وك أو حكمة آواء حكم إيجابي صادركا مثلا يا حكم سلبي صادركا وتأو علتيك شارع وادارك بصدوري أو حكمة كديار أما نوعك لقلبي رأي أهلي سنة أنا أقنجي شو كواي اللي دي كشتيق هي مثلا خدا ناشارك بكاريك بأنجامي أوي لو روان قوة كأما بيمان وايا خواي قورا فاعلي مختارة هشتيق مجبوري ناكابا هيش أم ديدقا جوانية أما ديارة ديدقا يدوى مكا أويا كا يعني علتك باعث يعني هل نري مكلفة لسر أنجامك يا هل نري مكلفة لسر فاصلة قرتن لو شيئة شنك بحرامي أزالي بم عبارتي دوى ميان كأقر هل نري مكلفة كبير أما مشكلة يمية متواجبين. قال الآمودي هي الباعث عليه، وقال إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها. يعني آمودي لتوزيح قصك إخويا فرميتي إنه هل أم قسوا من كردم أما كعلد باعث به لسر حكم شاكا هل أمام بستي شافعية كان لكوا ما بستي أنا لو قساوا كردي أنا قسكان شيئا أعوايا يجن مثلا حكم الأصلي ثابت بها، يعني حكم أصل ثابت بعلت، يعني شيء أي أنها منظور ثابت بعلت نئن كي مثلا وكو معتزلة كان علت مؤثري بذاته به يا وقي إمام غزالي أفرم المؤثري بإذن الله بأصلا تأثير يبو علتني بلكو أي أنها باعث عليه، يعني علتك باعث لسر حكمك كأو باعث لسر حكمك يعني نفس علتك في شارب ومكلف دي يعني نقب ومثلا بوشارع. وإن مراد الحنفية وهروها منزول حنفية كان كألين أن النص معرف له باشا أو أم جارة برا كأوان ألينية أخوان ويا جن حنفية كان يجن حكم الأصلي ثابت بالنص، ها شافعي كان ألين حكم الأصلي ثابت بالعلة، ولي حنفي قال يجن شي يجن حكم الأصلي ثابت بالنص. جعل ديارة واختيك مشافعي كان ألين حكم الأصلي ثابت بها، يعني علد باعث لسر حكمك. وأم جارة مرادي حنفي كان كألين أن النص معرف له شاكا أوان كيجن أما كقولي أوان كيجن حكم الأصلي ثابت أو لراشتك ناتواوة شن أوي نهي ناوابو مثلا من يليوتي إنه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصلي ثابت بها باشا أم جاربيوتا ومراد الحنفية شاكا بقولهم حكم الأصلي ثابت بالنص أوي أن مراد الحنفية باشا أوي أنها يعني أنه يعني نصك أعوى معرف له ناسي نري حكمك كواتت مشاكل قريكة توفيق إيجاد كان بين شافعي كان وحنفي كان برين لأصلي معنى ده شافعي كان وحنفي كان دش بيق نبي ساون لو مورده مثلا أمك شافعي كان ألين حكم الأصلي ثابت بالعلة ما بستيان أويك علة باعثة لسر حكم ما أو حنفي كان ألين كألين حكم الأصلي ثابت بالنص أو أن يراسك شن بمعنى أوي النص كم معرفة بو حكمك حالبي كواتا أما جيقا لو قولي وائي ملك يشا وتمانك وتمانا معرفة أخوت من علت همان معرفة وائي دي أمرا ما دام علت معرف بيه أهان لسر معرف بوني علتك وتمان مثلا حكمك ثابتة بعلتك نبا نصك لو باسي بيني جرياني بيني حنفي وشافعي كاني كر كشي إمامنا إمامي آمودي براز آمودي درات شيكا أو توفيق إيجادك لبيني حنفي كانوا
شافعية كان ألين هر يق ما بستك يعني هي كما بست كان معقولة عقل قبول يكا أما كشافعية كان وحكم الأصل ثابت بالعلة ما نزول يعني باعث عليه يعني باعث علة باعث لسرح وأما ك الشاوى معمولا باعثة تنبوة بلام زيات لو نسانا يا إسا كنا غلطي إملاي بيا زور جوان بوانا داوة يا علة كان باعتبار وصف لنا زر قرتوه كوصف مذكرة وأمجر وأن مراد الحنفية أن النص وأمجر والد كما بس حنفية كعنيش لو دا كألين حكمي أصل ثابت بنص ما النص معرفة بو حكمك حكمك أناس يعني كواتا آلي وأخو شافعي كان نان إنكاري أو كان كنص معرفي هنا كيا باشا إلا أنا سأقول قولة بيش وكان نبي شنو ما قولك جوازة كأمودي أي هني أين أقرب شيء وسر قولك قبل علاد معرفة ولي حنفي كان الناس معرفة شاكا أو أخت الشافعي كان لين أو أجر لسر أو راء أول يبن الشافعي كان لين بلا علاد معرفة حنفي كان إن شاء الله علاد ناس معرفة على نفسي معرفة كان اختلاف يعني بلا من بيا كامو ديوتيتي جباو الشافعي كان وقت أرين علاد باعث لسر حكم هيج دجاتي نيا نقل قولي حنفي كان كأرين ناس معرفة حكمه يعني لو أني قلت ولا شافعي كان برسي أنا بيانوا بالنص معرف حكمه حالبي لو لا ولا حنفي كان برسي لو أني أنا بقولين علة باعث لا سر حكم آوا بويا كان يعني عليه بلي وأن مراد الحنفية أن النص معرف له وما بس حنفي كان أمي كنص معرف يبو حكمك ودرج أكيا وأن كلا باشا وإن كلا إن خوينا له شنو كذاني ما عفوا تبوا شوية عفوا تبوا سر إنه مراد الشافعية وقال كيد تبوا سره يعني وقال هر آمدود إن كلا يعني كل يقلا حنفي كان ولا شافعي كان لا يخالف الآخرة دش بوي تريانية في مراده لمراد آخر كذا مثلا حنفي كان دش بالشافعي حنفي دش بالشافعينية لما بستيا ما بستي شافعيك شافعي دش بحنفينية لما بستيا وتبعه ابن الحاجب في ذلك أمقس آمودي كردية ليرة ابن الحاجب قالوا موردا شوين آمودي كوتو أما قال المصنف ولي مصنف فرميت ونحن معاشر الشافعية وإيمك قالوا كور شافعية كاني إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا أما وكوبلي هلويستي دجبة آمودي وابن الحاجب يقرت بها مصنف يباوة إيم الشافعي يعني وكو أوبلي تو برداشتك أو برداشتك كتو كردوتا لمذهب الشافعي أوانية إيم الشافعي علت بمعرف تفسيرك إنه ونبا باعث تفسيرنا كانوا باعث أبدا ونشدد النكير على من فسرها بذلك ونكير يعني إنكاري خومان بشدد أكين بلان بربو كسا كتفسير علاد أكاب باعث حال بو لأن الرب رب تعالى لا يبعثه شيء لا يبعثه شيء على شيء شنك الرب تعالى كذات الله يا الذي تقيمه فاعل مختار هشتي يقنيه كمبعوثي كالسر شتيكي يعني واداري كابوك شتيك أنجام بدا أول شيء لأن أفعله لا يقبل لا تعلل بالأغراض حال بفهم لأن أفعاله تعالى لا تعلل أويتر قسيكي مشهوري أشعري مذهب كان كشافعي مذهب كان يدي جاي كلامي أنهر أشعرية حال بي قال فعلي خدا لا تعلل أفعال الله لا تعلل بالأغراض آخر غرز لقال فائدة فرقي هي جاري واهية تو كردويق أنجامة دي مثلا سكاني تو أخواني بو ملايتي أما يكبب بملاو برحل خزمة بفرهنجي ديني كي أما تو يوادار كردو بو خواندن أما غرزة برام أقر دواي أو مثلا تو بو بملا أو هدفيك في جيشتي لبيناوي أو دا أجر شتيكي مادي الدسك ولا يوارا ما بستي أصليت ونبوة أأوى ولي قازانجا ونيا ما بستي أصليت ونبوة مخالف شرع جنية أو فائدة شاكا جات ما شاكا ما يعني كاري خواي بروردقار كأنجامي أدا
أوي أو سوداني كليك نالن كاري خدا بسود أو أمانة كاري خدا سودي هي منافع وفوائدي هي ولا أغرالي نية معلل بأغرال نية يعني اشتيك وانا ولا سرتاو خوي اخري من بر لو دز بين كاركا تاكا بير كردنا ولا نتيجه كاركا ودار ما نكاب انجام كاركا حالبي هو فعل امام على جاء او نتيجه يك اما وداركا بانجام كاركا او غرز بدز هناني نتيجه كحالبي اها بلا مهندي شد هيا ام كاركا من دز داوتي كاركا من دز بيكردوها وقتی که کار کمان کردو آمانه ل پیش دست به کی کار که حالی اما ما بس من نبود او شما ما بس نبود که بیت دی بله من دو آیا هات و تدی بود تبرهمی کار که او که هات و بود تبرهمی کار که او فایده کار که کت و کردو تا و کو الله مثلا توی سگانه نیوژ خوانی حالی ل عینه که کن نیوژ که غرض ل انجام نیوژ که اوه رزامندی خواب دست بینی بلا مختی که تو نوجه که اکی او هلسانه و دانیشتنو مثلا حرکات که جموجوله که تو انجامی ادهی لنوجه که نوعی ورزش خوی او ورزش فائده بدنی هیا با صحت قازانجی روجو حدیثه یا لسوم و تصیحو شاکم یعنی تو روجو لأصلا با چی اگری خوب و نه اگری لشتاق بی بلام لشتاقية كشي هي أو لشتاقية كالروجوكا هي فائدة بلام أما كتو قرأت الرزامن دي خوابة دي بيني بلي أو فرماني خوايا أشي بالروجو بي أو غرزة حالي بي هل أول أو وادار تكابوي كتو الروجو بقري جاء أو شتوا دار كرا بو خوانية بو يا شمشا أو إلي غائية بي جاء إلي غائية غاية وغرزية كي إلي غائية هر غايتك خويا يعني نهاية لآخرة دي تدي يعني لا خارجها لا آخر ويا ولا لزهنا لا بر ويا يعني هش تاتو دس النكرة بكاركة إلا غايك على زهنتا بلان تا كاركة تواو نكي نايبيني برهما كيني جاء ويا كارين فعلي خدامو على الباغرال نيا ومن عبر أي باشا شون أي أوني ما بيني نساء عموديش بجي خوي بلان زوريق لفقهاء مثلا بو علة باعث يعني بكار بردوها أو شيء ليكي علي ومن عبر من الفقهاء عنها يعني عن العلة بالباعث يعني تعبير الباعث دابته أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال منزوري أو بو كعلات باعثة بالنار بو مكلف يعني باشا رابرينري مكلفة لسال امتثالك يعني وداريك بو كامتثالك شاكا شاهد آموديش بو باعثة هل ما بستي أو أعمشي قيام بيت نما بستي أو بيكا تولية ترسيت أي مصنف نبه عليه أبي يعني مصنف علي أما باوكم أعم هشتاري دعوة رحمه الله تعالى رحمة إخوائي لبي لباوكي ولا خوش إن شاء الله وسيأتي بيانه حالبين وبياني أما بستا ديل وبدواكا مثلا لنا فقهاء كساني وهي بعيد الذي يجن باعث يعني أمدو بارا وادي على بحثي لسال أكريتاوا بيانا كيدي لو بدوا أما أو أم جهلا وقد تكون العلة دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين يعني علة خوي أنا سي حالتي بما نكتيكي تلك باسي لكن بس شوار قول ما نباري وما تلحكر معرف مؤثر بإذن الله مؤثر بذات خوي مؤثر بالذات مؤثر بإذن الله الباعث باشا بوشوالان بلا مسكانية قري إما خدي علة لنزل قرين كا سلف نزل لو أنا هركا مكانية كارمانية بلا مجاري واهي دافعية جاري واهي رافعية جاري واهي هم دافعية وهم رافعية لمثالك أنا ليس دركوي بلا وقد تكون العلة دافعة للحكم بل دافعي حكم بلي تعلقي تنجيزيا لأن حكم قديم يستحيل عليه الدفع بل دافعة للحكم أو رافعة له يعني يا رفع حكمك أو فاعلة الأمرين يا هرجا أي الدفع والرفع يعني دفع شو رفع شكا مثال الأولي علتك كهر دفعي كردبية وكوشي مثلا
ولا العدته عيديه كدعن مثلا بو جنيه كم يردكي مردبيه طلاق درابي اسا باشا عده خوي اما علته بلا مكان مبتني بالعلة آية عدك خوي علة بر بل وش تشتري باسيك وبعلة معرفة كربزين شوني ليدا فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهتي إيسا علت آيسا مثلا دفع عدة دفع حل نكاحك على غير زوج أها بس آيسا كان جنيك كطلاق دراوة عدة أبجيري أرين دروز نية أم جنة ماري كن لكابراي لغير ميردك شن أقر بو مير إجازة فرمو أقر بو ميردك خوي ماري كيتو عدين نقرك تيقين آيسا جنيك نية ميردك خوي طلاق دراوة هر وقت بو ماري كيتو عدين نعم يا بلي والله بعدك بس في جامعة ماري كينو لي أو كعيدة قالك أبو غيري من ذكي خويتي متوجبي جا مثلا نساء قال فردن كابراي هات وداوا جنك يقولك جنك لا عيد دايا مثلا مني ملا عليهم كاكا مار دروزني اللي ما راكري حلالني اللي ما راكري بوشي او نكاح حلالني علتك عيدك يا فزو عيد الا اسا او علتك يا او عيد يا دافعية حالبي هرشن بناني اعتراض اقري عليه أو ناتوا هنا ابني إلى ومانع أو آيتر يعني علة لي ومانعة خلاص أبو زوجك ش رجعي بيت شبائن بهر عدينا هل عدي قرقنا ولا البائنة كي أو نهاية رأك كيف تتزوجنا كلا وانجنا كشو فينا كاتو حالبي أو يا كابراي تقرأ كينا برحب أقبيو ماريكاتو نيازي بدو ترفها يا برامنا الرجعية نيازي بدو ترفانية آوة جاء أم جارم فإنها تدفع حل النكاح دفع حل النكاح كان من غير الزوجي باشا جاء حلاليتي نكاحك لا أبا لغير زوج يعني بوزوج حلال دي على أقره نكاح أقر بي أويكاتو يعني حليتي نكاح غير زوج لا أبا دفعي أكا أخذ دفع يعني مثلاً حال بيوناني برجري أو برجري ليك أو حلة برجري ليك ولا ترفعه شاكا ولا نكاحك لا نابا بيجي مثلا هارد روزنية وأمانة أو حل نكاحا شاكا لا نابا أو حله بمعنى استمرار كما لو كانت عن شبهتي وق أمام ساعدك لا شبهة يعني عفريتك مثلا خانمك جني بيابيكا وقتك جني بيابيكا بيابيك يتر بشبهة نزيكي ليا كردوة ديارة قطعا أو ديارة زنانية خب أجر وقت أشكرابو أشياء ما عدي بودان يعني تنانت ميردك يخوي نابي نزيكي ليا بكاو أمانة أها عدك نكاح لا نابا يعني أكري جن عدة ببجيري لحالك لنكاح شاية تيجي أها بيكو كوبنو بلا اگر لصورتك مثلا لنكاح نبو عدك دفع نكاحك يعني برجري لنكاحك نار نكاحك بيتبرو او متوجبي فزو دافعية ومثال ثاني مثال دومي الطلاق طلاق بعد الدانة فإنه يرفع حل الاستمتاع طلاق اگر صورتي قرد يعني واقع بو او حلال بوني استمتاع الزوجين لا أبا يعني حلالين آيالي ولا يدفعوه أها يعني دفعي أو حلالي ناكا بلينات واني جلو قيربي ريا قيربي لحلي استمتاعك شو كتلاخي كوتوخ وبعدي بس شو طلع أما كام كابلة تلاخي داوة ما نعلى ما ركرنا وي مجددني هر ميدك خوي ما ركاتو كحلي استمتاع قريتو أمره يا دواعي دك شو كابيك كتير كأم جارة استمتاع حاصل أبي أو تأجر أم حلي استمتاع عمر زول ما هربوا بيني أوجن ومير دويتها خون تجيني كعد رست متوجبين كواتا طلاق عيسى جنو ميردي حلي استمتاع لبيني أنا ثابتة
طلاق كهاتيك او حلي استمتاعها هلا قري لا يبا يعني لا شو انا كي خوي دريك عالمين بلام ولا يدفعه اجر حلي استمتاع بيه وهرج بيني امنات وانا بري بيه بقري بو لجواز النكاح بعده باشا لبر اما شنك دواي طلاقك نكاح جائزة كنكاحك كريت يا بي حلي استمتاع دي تو بوجهك يا خوي اها بس ايسل الدفع والرفع جوان حاريبه دفع اويك معمولا اشتكى محلانيه بلام دافعك نايل بيت محلك اوتن او دفعك او ابو يعني انت مشاكا دافعك ابو ديار اللي مدفوعك هي حالبي وقت دافعين مدفوع لمحلانية ولي مثلا وكوبلين ايوي بيتو بو محل دافعك نايله اما الرفع شيء رفع ويا مثلا مرفوعك لمحل ايه او رافع نية دي لا يوا لمحل قدر يكا اوة تاني حالبي بس ما شاكا رفع يعني در كردني شد لمحلك وبرزو كرنو ولا بردني شد لمحل بلام دفع يعني ريقرتن لشتيك بيت محلك لا محلك اللي بقرينا يا ضيبي اما ومثال ثالثي يعني هم دفع به وهم رفع به الرضاع رضاع فانه يدفع حل النكاح يعني ايس كان اجر لصورتك دون فربيك وازدواج يعني كردوي دواي دركوي كوا شير لبيني انا وسابي بشرائتي خوي ثابت ببيع وخش كبراني تر لواتشي ليكين هل يا نوشين ليك فإنه أو رضاع يدفع حل النكاح ها دافعة يعني أجر حل نكاح بي بيتبرو بيجي من ديم أم نايا الله بيت هذا شون كما حل نكاح نماوة أو اختوى يرفعه إذا ترأى عليه هر زمانكيش أو رضاع عارزي سر النكاح ببي لا يبا هل يقريت هل يقريت فاز رضاع هم دافعة هم رافعة أهو وتكون العلة وصفا حقيقيا يشتئم نشوي نتسال باسي شرائتي شروطي شروطي علة لقياسة هذا ما باسي نوع علة كان ولا علة جاري وهي وصفي حقيقي أبي باش وصفي حقيقي تيا ولا وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره وصفي حقيقي أو وصفيا تصور أكري لنفسي خويا يعني هر لتصورها وابست بشتية ترنية آخر واية مثلا إما وصفي إزافي من هيا لتصورها وابست بشتية مثلا أبوات لتصورها وابست بدوشت چونك أبوات يعني كون الحيوان بحيث خلق من مائه حيوان آخر يعني أم حيوانا وجودك متوقفة لسر حيوانك ترش أو ببجاء مشوي وانيا بس كواتها وصف حقيقي أويا لتصوريا هرب سر بخوة تصوركري شتيتري ناشار نبي كشتيتري لقلت صوركي وابست بشتيتر نبي كنتواني ببي أو شتيتر تصوريكي حالبين لنفسي خويا قابل تصورها يتر متوقف لسر عرف يا غير عرف نية حالورا مثلا غير عرف كلغة وشرع أمانة أو أخت وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ظاهر بيني وصفك برشاو بي خفي نبي شاكا أو أختي كالطعمي في باب الربا منضبطش به يعني بكري داري كنترول به نك لجيقي كاجوري بي ولا شوين كاجوري كي تربيه أمانة وكو طعم لباب الربا دا كأتواني علتي ريبوي بوني أشياء بأجناس بي مثلا أقر أو طعم بولشتيك أو معنوية أو شيء ريبوية أو وصفا عرفيا مضطردا يا أكري وصفك وصفك عرفي به يعني قابل تصور بملاحظة عرف به لا يختلف باختلاف الأوقات إيتر باختلاف أوقات قرانكاري بسرانيه وكوشي كالشرف والخصة في الكفاءة جاء ونسوتي أو كشرفية مثال المنفي شاو ليه؟ أهم مثال المنفية كيف
يعني إيه سكاني بو قرارة أخوتي ما وصفي عرفي مضطرد به يعني باختلاف أوقات قران كاري بسلاني ولي شرف وخسه باشا ظاهرا بو مسألة كفاءات بو مسألة كفاءات آخر إما أولا نزل جرين كمثلا لبين جنو ميردا أبي كفاءات ببه مثلا لدينا لنسبة لا موضوعي مثلا كسب اجتماع او جورشتانا او انا نزل جرين ونيا يجين ابي مثلا نوع سفر زن اول بتبدا في العشاء او زور زقبو مثلا اقر بلين اوميك سيديك يردو خستايا مالك دا وما انا ملاليان مالا لا قبي بالداية حربي يعني كفاءتي يعني او ايوا كفاءتي ني اشياء حتما ولي مالك يعني تقريري حنفيش يعني اقر شنو يعني حنفي كان كفاءات بشر تقري متواجبين جالي وا او مثلا او خوينا شرف وخسا هي خسا برانبر شرفة شرفة يعني بلبرزي خسا يعني بايا نزمي اوا متواجبين لكفاءة يعني أعوبو أقبو من فيه كبه يعني أوا وصف عرفي مضطرد نية بو قرارة يا خسة وصف عرفي مضطرد نية أقر مثالي من فيه كبه وكو أو محشية باسي كردو أمانة أما أوا أو جارة وكذا تكون في الأصحي وصفا لغويا وأشكريه وصف لغويج به كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا مثلا حرام بو النبيذ ومعلل كي بيجن كاكا التي حرام بونا كي تسمية بخمر يعني من حيث اللغة أكري إما بنبيذ بيجن خمر شنك من حيث اللغة أكري إما بنبيذ بيجن خمر بس كواتا أمجوكو خمر حرامة وكوشي بناء أبري بخمر كالمشتد من ماء العنب وقويك شدتي سندو يعني بيك هاتوا و سري دعوة يك وجوربو أمانة لآوي تري جوربو مثلا بيانا سر شواجين بناء على ثبوت اللغة بالقياس بيانا سر أوي كبرين اللغة بقياس ثابت دبي مثلا شون إنسان نبيذ بيال النبيذ بيناجن خمر بلان إيما عليك هكا بو ناكري مثلا خمر بو شي بيناجن خمر شونك الخمر ما خامر العقل يعني مخاميري عقله عقل ده بوش لأخوة مش مخاميري عقله بس أمش خمره أجل واك أي لغة بقياس ثابت أبي ثابت أبي اختلافي تياه أجر بلين ولا لغة بقياس ثابت أبي بس أكري علد لقياس وصفك لغوي به ولي أجر بلين علد لغة لغة بقياس ثابت نابي ناتوانين بيجين وصفي لغوي أبي بعلد بوضع العرب هسه ثابت يا مش بوضع الا باشا يسوي باسي وما نكر ولا بيشا بس لباسي موضوعات لغويه ده اي بوضع اخويا بوضع بشر سمعنا وكردوا والله ما مقصي كثير ما ترحبه يا ما اتوانين لغه بقياس ثابت كان يا اتواني ديال دور راهي لي والا ياك كان الله ما اتواني هاي ستو دروس النبي زنا وكي خوي بخوي ويتي باشا ابجو نا وكي خوي بخوي ويتي بلان آية تو أتواني في بلاي خمر وق بآويك وق أو شرابيك لآوي تري دروسة كري بيالن خمر إذا قالن أتواني بمش بلاي خمر إذا قالن بلاي بوشي على مثلا خمر وأتشي نوصل وجه تسمية كي باشا هو كارتي بو يبقى بخمر يجين خمر شنك خمر ما خامر العقل يعني عقل مخمورة كعقل دا بوشي خمار دروسة كا خمار يعني تيكشوني آواز يعني عقل تيكشيو أمانة شاكا دي كواتو خون نبيسي شارو كاراكا دي أقر علاد أوابي إيما أو ناوي خمرة داما نابو آوي تري أقر علادك ما خامر الأقل بيخوة مش ما خامر الأقل حالبي بس كواتا قياسي نبي زكا كينا سر خمركا لو وصفيك هيانا يعني لو وجه تسمية كلا أو وجه تسمية كبونا وبردكردني ماء عنب هيا المشتد من ماء العنب هيا كبا خمرنا وبراوا لنبيذ شاهي بزبو شلم خمر أما جاء أقر أأمر رايا من قبول به أو أكرع إلا دوصفك لغوي به متواجبين أها ك
كبريتيا لو مثلا الى تكلم بل الاول شيء تسميه لا قياس كذا وش تسميه كي يصير ابي تاهي ولي اجري ايه ما بيجي من خير او قياس دروزنيا اللغه بقياس ثابت نابي يتر اوانات واني الا تكي ايه ما وصفك لغوي بيت يعني او قياسش باطل ابي اوكات بالي أمر ومقابل أصحي يقول مقابل أو أصحي كنومة نكابو يقول والله لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي على حكم شرعي بأمر لغوي قابل التعليل نية حالبين شنو الله لأنه لا دخل داي للأمور اللغوية لمسائل في شرعي لا دخل للأمور اللغوية في شرعي يعني لا شرعة هي دخلت بأمور لغوية أو حكما شرعيا يان مسقي لتكا جقل ويك أتواني وصفك حقيقي ظاهري منضبط به يا وصفك عرفي مضطرد به كوانا باتفاقي بون يا لس أصح دا أتواني وصفك لغوي به كأما بوبا تشاني بوبا تشوال وصفي حقيقي ظاهري منضبط يك وصفي عرفي مضطرد دو وصفي لغوي سي شاكا وأشتواني أو حكما شرعيا يعني علة تكاد خوي حكمك شرعي به شلون جاء سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كيف خويتي معلول كاش حكمك شرعي به وكوشي يا أولى واحد من أولاه سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز الرهن المشاعي بجواز بيعه مشاع أويها فرزن دوبرا لنزل بقرا باوكيان مردوها بل زمين وأرزو ما تركي باوكي كبجماوة باوكي أن كبجماوة شريكي هردو كان ولي مشاعة حالبي إما اللي برابر مشاعة مفروز مانا مفروز بزيري آوة تاني تا أو كاتي كبش يكن مشاعة مثلا وافرس بلين تخت زمينك يا بلين ديوكي آوة دروس شريكي هردو كان بلام زر زري أم شوينا باشي هركياني بيويا وانيا بلا علي وبولاوه محمد او شاني احمد وانيا بلكو زر زركي هي هرك او مشاع كي هركياني بيويا بلا مفروزك اويا علي وباش ما كانوا كاكا ام يبوتو ا ابي بومن رازي بوين هردوكما تيجي اويت امر مفروز هرك صحي خوي بجيا اي فروشي هرشكي لك كيف خويتي بلا ام اي مشاعك لرا بيع درسته بلا بيع درسته من سهمك يخو مفروش شفع عجل وايه او اختي اقر من شفعه قائل من بفروشي شنو قال لك البلاك شريكم شاكا هتا براكم بقيمتي خوي مايل به طالب به بوا عشان من بفروشم به يا شريكه كم فرقناك ولي اقر هاتو حتى اقر فروش عشان بك بحكم الشفعه وانا لي سنه هل يقلي بو خوي بو قيمتك فروش را وبيك تيتر تيجي إيسا بحال أو بيع درستة جاء ليه وقت هرشتيك جائز البيع جائز البيع بيه جائز الرهنيشة مثلا أو دو نف دو برا كدي كان نيو ملكا كي هيا سندك إيباو كيانو إيسا كاني تقريبا لبين خوانا أو نيوي هيا أو جنيوي هيا أم أتواني أو نيو بشي خوي بنية الرهني كابرايا كخرزي ليك لحالة كان مشاعشة أها جاء أم جارة لبرشي على أو رهنة إجازة أدين أو رهنة بو إجازة أدين لبر أويك جائز البيع وقتك جائزة بفروش ري أخذ بفروش ري يعني يكسر لمالكية درجة لمملوكية أم درجة إيتا أم كابرا مالك نبي حالبي دخو أو قران بارتريك تواو أبي هتاو أكون رهنك رهنك تا وقتك تو قرزك أديتو قرزك داو ديتو وصل ملكي خود وقت بيعك كي يكسر ملكك ولدس دركا شاكا هيو ناميانيك بدستو بميانيه وقت او جائز به ابي رهنك جائز به جاب بزنجو مسك جواز كتعليل جواز الرهن المشاع بجواز بيعه مثلا رهن مشاع درسته بمكه جائزه بالي جائزة بفروشين أم أمرا حقيقيا جاوتي سواء كان المعلول معلول كشر حكمك شرعي به يان أمرك حقيقي به وجارب لي واقره يسبوا أما كإيم حكمك شرعي كبيعة جوازي بيعة
او جوازي بيع مانا كردوا بعلد بو حكمك تري شرعي كجوازي رهنه اي سمت واجبين بس كواته ليره دا علتك ايما جوازي بيع علت بو جوازي الرهن دي كواته اويك بو بعلد خوي حكمك شرعيه عارفين كتعليل جواز الرهن المشاعي بجواز بيعه ام بجواز بيعه جاء ام كان امرا حقيقيا ربط بيته أبر سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا أم كان أمرا حقيقيا يا معلول كأمرك حقيقي بهم كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وكو أما تعليل بك حياة مو بلي مو مو بدن حياتي تيايا زندوة بشي تعليلي كي حالبي بحكمتي شرعي بالي بمكا مو حرام أبيب طلاق حلال أبيب نكاح أو حل حرمته وأنا حكم شرعي يعني أو حكم شرعية باشا أكيب علد بو أمريكي حقيقي نبو حكمك تري شرعي حالبي كأوشيا كحياتي شعره يعني مثلا ما كاليدي وكو دست استام مثلا علين فرزن موي خانميك بو بياويك باشا مثلا موي سري حرامة دستي ليدا حرامة مع شايكا وقتك ولي مثلا اقر خانمك جنية دي طلاقي با حرامة ولي اقر آفرتي ماركا او حلالة بي دي باشا دستي جوايا مثلا دستي آفرتك اخوي مثلا بنكاح وبطلاق دان حلو حرمة رويتي اكا تيجي كواتر شعري حلو حرمة رويتي اكا باشا علتي شيء دس مثلا حلو حرمة رويتي اكا علتي اوياك حياتي تيايا باشا او جات مشاكا اي ما ديالين علين شعر شعر حياتي تيايا بوشي حياتي تيايا شنك حلو حرمة رويتي اكا اويك تو كردو تبع علت حكم شرعية كبريتيا لا حلو حرمتك كردة بشر بوشي بو أمريكي حقيقي كإثبات حياة للشعر ده أو حالبي ولي لواقع هنا كاتي ساقر إيمان بلين مثلا حلو حرمت بوشي تعلق بيدو أبسي شاكا لبروا يد حياتي تيايا دي أمر حلو حرمت تعلق شبسي بشعره لبروا كحياتي تيايا يعني أشي توصل شتيكي تل ولي إسا لمثالي إيمان أمر حقيقيك حياتي شعره إثبات أم حياته شاكا بحل حرمتي خدي شعرك يا بشي بني بطلاق وبنكاح بحرمته بحلك يا حالبي يعني شن حرام أبي وحلال أبي حرام بونك مثلا بطلاق حلال بونك بنكاح أبي بس كوات حياتي تيايا وقيل لا تكون حكما أم قصي شكرا وبا أصلا حكمنا أبي مثلا حكم بوجرته حكم شرعي نابه بوشي لان الشان الحكمي ان يكون معلولا لا عله شك الشان حكم اويك معلول به نقع علت به ولي والرد بان العله بمعنى المعرف لا اخو علم لا معرفه اجل قرار علم لا معرف به ولا يمتنع ان يعرف حكم حكما او غيره هيش ممانعتك تانيه كحكمك فيا به حكم يتلب ناسينه يا مثلا غير حكم جاء حكم ابن أسينة وقول له فنشري مرتب وهاي حكم ابن أسينة ومثالي أول جواز الرهن المشاع بجواز بيعه أو أخت غير حكم ابن أسينة وقول أمر حقيقيك وثالثها تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا سهمك أويا بلي إلا تهني حكم شرعي به إن قولي سهم بو شرتيك أجر معلولك أمرك حقيقي به ولا ديالا أما شارع السكاني بياني أكا أشياء أوابوا إن لم يكن المعلول أمرا حقيقيا أو هذا مقتضى سياق المصنف يعني أما ك مثلا برين تكون حكما شرعيا كان المعلول حقيقيا مقتضى سياقك خويت يعني نفس عبارتك داير رشتوا أما يعني ولا وفيه سهوا سهوة كتاسة وكتشيا قالت لي راشي بلا سبحان الذي
لا ينام ولا يسهو. وصوابه أن يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها، يعني وثالثها لا. أوه. لا يعني شيء، يعني بالغ، يعني لا تكون حكما شرعيا. باشا حكم شرعي نابي إن كان المعلول أمرا حقيقيا. أوه. وتأجر معلولك حكمك شرعي به أكري علتك حكمك شرعي به، ولي أجر معلولك أمرك حقيقي به علتك ناتواني حكم شرعي به أم قولي سيهمية كلمتناك أو برداشنا كريم مقر بكومكي أمك شارع فرميتي. وصوابه أن يراد لفظة أن يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها، وذلك أجوي أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا، لو ذاك تعليل حكم شرعي بحكم شرعي بكري خلافي تياي هو كبرك بيدروس أو برك بيدروزني، وعلى الجواز الرازي راجحي ولا سر جواز كجوازك الراجحة آخر إما جواز من هي ومنع من هي، منع ويك حكم شرعي ك منعي أو بكيك حكم شرعي تعليل كريبة حكم شرعي تر وايا ولا جاز كان إجازة بدي جوازك الراجحة منعك مرجوحة. جالس الجواز الراجحة هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعيين؟ آيا أكري تعليل أمر حقيقي بحكم شرعي بكري أنا كري؟ قال في المحصول الحق الجواز، لا محصول دا فرميتي حق وايك أو جائز به، فمقابله المانع من ذلك، بس مقابلك كمانع آلوة بالي أها مقابلك كمانع آلوة يعني مانع لوك تعليلي حكم شرعي تعليلي أمر حقيقي بحكم شرعي دروز به المانع أو به شاكا مع تجويزه لقل ذاك أو مقابلة بجائز أزاني تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي شاكا تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي بيدرسته هو التفصيل مقابلك أبت التفصيل لمسألة كذا دي أقربوا بتفصيل لمسألة كذا شاكا بس قولي سيهما كيا كأها أو كسا أذني أواعي علي خوي لأصلا تعليل حكم شرعي تعليل حكم شرعي بحكم شرعي يعني مثلا حكمك شرعي كين بعلد بو إثبات حكمك تري شرعي خوي خلافي تيايا دسيك بيان دروسني أو نبوتي قولك هنا ووتي وقيل لا تكون حكما يعني علة حكم نابه لأن الشأن الحكمي أن يكون معلولا لا علة شك الشأن حكم أويا معلول بيو علد نبي أها دي أوا أو قائلة أصلا في دروز نية حكمي شرعي نببي بعلد بو حكمي تري شرعي نببي بعلد بو أوا نببي بعلد بو أمريكي حقيقي هاو حالبي بلان قولي كم أخي أو قول دوما مطوية قول زايرك كوتي أكري حكمي شرعي بي أو أو قولي كا شمع لولكا حكمي شرعي بي شمع لولكا أمري حقيقي بي يعني واقعيني تعليل حكم شرعي وتأليل تعليل أمر حقيقي شاكا هرد كان بحكم شرعي درسته أها باشا جاء وقت ليوارا قولك ترهية شاكا قولك ترهية كتعليل حكم شرعي بحكم شرعي بيدرسته بلام تعليل أمر حقيقي بحكم شرعي بيدرزنية وقل أقصكوه ديكواتا أو بيدروزنية وثالثها تكون حكم شرعي كان المعلوم حقيقيا أما أشياء لا يكتاب بو أوي أو بقي يعني قولي الثالثة فرمية وقتي تعليل أمر حقيقي بحكم شرعي دروسنا قولي الثالث أو تاني قولي الثالث ولي تعليل حكم شرعي مثلا أو أسيا قولك يكي كان لي تعليل حكم شرعي بمطلقي بحكم شرعي دروسته تعليلي تعليل حكم يعني أما كحكمك شرعي بكين بعلد أما جائزة شاكا
جاء اي كيف علد وشي خوي معلولة كو امري حقي حكمي شرعي بي امري حقيقي بي قولي دوام علي معلولة كو حكمي شرعي يا امري حقيقي بي دروزني حكمي شرعي كيف علد يا هو دوانيا سيها مكان علي شاكا اجر معلولة كو حكمي شرعي بي دي اكري حكمي شرعي علد بي ولي اجر امري حقيقي بي ناكري حكمي شرعي كيف علد آه وداني بس كواتع شيء أوي ببي أول تفصيلنا ومسألة كياشن هاتوا أوي وتوا وذلك أبي جوان توضيح ده أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي يعني أجر إما بمعنى حكم شرعي بحكم شرعي تعليل كين لوا خلاف تيايا ولا سر جوازك كالراجحة دين سلوى آية جائزة تعليل أمر حقيقي بحكم شرعي بكريانا كري باشا أمري حقي قال في المحصولي الحق الجواز حقوايك جائز به يعني أوانك أو كومالك زور أوانك بيانوايا تعليلي حكم شرعي بحكم شرعي درستا بلان جاء كومالك زور دسيك يعني لوانا مثلا فراوان تربير أكانو علين درست تعليل حكم شرعي وأمر حقيقي إيش بكين هرب حكم شرعي دسيك علينا خير أمر حقيقينا أو أو جاوي علي أم واي وتوتي لمحصولة وتوتي الحق الجواز يعني حق واي كجائز بأمر حقيقي تعليل كين بحكم شرعي جاء مشاريع خير علي فمقابله مقابل حقك يا مقابل أعم قولك أو مقابلك ديالة أويك تعليل أمر حقيقي بحكم شرعي بيدروز نبي كالمانع من ذلك كمانع آل وجوازة شاكا مقابلك أويك مانع من ذلك لو تعليلة حالبي مع تجويزه لقال أودا أو مانع كمنع أوأكا إجازي تعليل حكم شرعي بحكم شرعي أداء حالبي جاء أو مقابل أو قصي أو أبيته هو التفصيل حالنا أبيت تفصيل قال مسألة كذا أو وصفا مركبا باشا يعني على ويأوى كأتواني وصف حقيقي ظاهري منضبط به وياك وصف عرفي مضطرد بأمدو وصف لغوي بأمسيك والمتأخ اختلافي به حكم شرعي بأمد شوار شاكا وأشكري علتك وصف مركب به حالبي كأما باسي قياسي مركب ما نكد له وبر كرئة كود وصفة كي مركب به وأمانة البتاء أو مركب الأصل ومركب الوصف يكمان له جاء أكريه مثلا لقياس كاببه مثلا يق وصفي تنيانا كي بعيد للبالكو وصف يق به كمركب لشن شد واتا شن دانا شد هي شن دانا وصف بيك وهي أواني ويلا أوصف مركبا وقيل لا باش بابز بيدرة هذا نسأل وصف مركب ما وصفه بيش.